دعونا نقدم التحية للضيفي الشرف اليوم، معالي الدكتور وسيم السيسي، معالي الدكتور عمرو حلمي، وباسم شعب مصر جميعا نقدم التحية والعرفان. وباسمي وباسم شعب مصر جميعا نقدم التحية والعرفان عبر المسافات للطبيب المجاهد دكتور مجدي يعقوب، وندعو الله لهم جميعا بالخير وبالعون على العطاء المستمر. كما يسعدنا ويشرفنا ان نقدم التحية والتقدير لاصحاب البصمات المشرفة على ارض مصر، اللواء السيد لواء أركان حرب الدكتور محمود خليفة، السيد لواء حمدي لبيب، السيد لواء أحمد بونيس، وتحية أخرى للسيدة الدكتور هاني كمال ونحيي شعرائنا العظام للحياة. النهاردة حضروا وشرفونا، النهاردة معنا أمير القوافي الشاعر محمود حسن.